السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل ايس كاب بغرزه الباف العاديه. هنوضح لكم الايس كاب ده ازاي تنفذيه لاي مقاس حابينه. قبل ما ابدا الشرح ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا كمان زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الايس كاب. بالنسبه للادوات انا هستخدم خيط صوف لونين كشمير والابيض، وبستخدم معاه ابرة مقاس 4.5 ملليمتر. طبعا انتي تستخدمي مقاس الابرة المناسب لسمك الخيط بتاعك. استخدم ابرة تنظيف ومقاس وكورة الفر، وديت بنجيبها من محل الخيوط، وهستخدم شريط القياس. تمام، دي الادوات اللي هستخدمها. هنبدأ مع بعض عشان تنفذي الايس كيب دوت. بنحتاج ان احنا بتاخدي مقاس دوران الراس. اوكي، طبعا انا عملت لكم الجدول لمقاس دوران الراس، هسيب لكم لينك الجدول بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. تمام، بعد ما بتاخدي مقاس دوران الراس هنبدا نشتغل ازاي. دلوقتي هوضح لك. هبدا اشتغل الكمر بتاع الايس كاب. هنشتغل أربعتاشر غرزة سلسلة. بعد ما عملت الأربعتاشر غرزة سلسلة هبدأ أعمل فوق كل غرزة غرزة نص عمود، بسيب غرزة التانية بدخل في التالتة وهعمل فوق كل غرزة غرزة نص عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية الغرز كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة، هلف القطعة بتاعتي، هشتغل في الباك لوب او الحلقة الخلفية من الغرزة كده، بدخل فيها وهعمل غرزة نص عمود. تقدري تشتغلي القمر ده لو انت حباه ان انت تعمليه بغرزة الحشو، تقدري تعمليه بغرزة الحشو، الغرزة اللي تريحك بتشتغلي بيها. هشتغل فوق كل غرزة كده الحلقة الخلفية من الغرزة غرزة نص عمود. وتاخدي بالك لعدد الغرز بتاعتك انتي وبتشتغلي. طبعا انا بالنسبة لي 12 غرزة نص عمود، فانت تاخدي بالك من عدد الغرز عشان لو نقصت غرزة الكمر بتاعنا بيطلع مش مظبوط. اوكي، هرتفع باتنين سلسلة وهكرر نفس الخطوة فوق كل غرزة غرزة نص عمود في الباك لوب او في الحلقة الخلفية من الغرزة كده بالشكل ده. طيب انا هرتفع بالاسطر بنفس الطريقة لحد ما بوصل لدوران الراس. مقاس دوران الراس ايا يكن، طلع معاك 40 42، ايا يكن انت بتشتغلي المقاس قد ايه، بناء عليه بترتفع بالاسطر. انا هرتفع بالاسطر وهنرجع مع بعض نكمل القطعة بتاعتنا. انا كده ارتفعت بالاسطر كده زي ما وضحت لك، وادي الشكل القمر بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. طبعا احنا الايس كاب هنشتغله علشان يبقى حلقه دائريه، هنبدا نقفل القطعتين دول. نقفلهم ازاي؟ هدخل في الغرزه والغرزه المقابله وبغرزه المنزلقه هنقفلها.
ادي كده والغرزة والغرزة المقابلة، وبسحب غرزة منزلقة اهو بالشكل ده. طيب بعد ما بتقفلي الجزء ده كده بالشكل ده، هنبدأ ان احنا نلف القطعة بتاعتنا، علشان دي بنخليها في الظهر الايس كاب. تمام، وطبعا اي خيط معانا زايد هناخده كده على الطرف. هبدأ اعمل هنا غرزة حشو. تمام، بعد ما عملت غرزة الحشو هرتفع باتنين سلسلة. هنبدأ دلوقتي نشتغل غرزة الباف. باخد لفة كده، بنزل في الغرزة بسحب، ادي لفة اتنين تلاتة. تمام، بعدها بعمل غرزة سلسلة، سيب غرزة هدخل في الغرزة دي كده، هستمر كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة اهي. ايدي الغرز بتاعتنا بتبقى بالشكل ده، ادي غرزة وادي غرزة وادي غرزة، دي كده بعتبرها غرزة. تمام، هنا بفوتها لاني بعمل غرزة سلسلة. تمام، لكن دي كده بعتبرها غرزة، وهنا كمان بفوتها مش بعمل فيها اهو. هشتغل كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر. حابة اوضح لك الشكل السطر معانا بقى ازاي اهو. الخطوة اللي بعد كده هدخل في السلسلة رقم اتنين كده، وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة. تمام، وهرتفع باتنين سلسلة، وهبدأ اشتغل غرزة البف ما بين الغرز بالشكل ده. ادي كده ما بين الغرزة دي والغرزة دي في فراغ اللي احنا بنعمله بغرزة السلسلة، هدخل فيه وهعمل غرزة بف. بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، بقفل السطر بتاعي بمنزلقة. بالشكل ده علشان نقفل السطر في غرزة السلسلة مش هنعملها اهو، وبنقفل كده على طول، بنعتبرها كده غرزة السلسلة. تمام، الخطوة اللي بعد كده هعمل غرزة كده وهقص الخيط بتاعي علشان هشتغل بلون جديد. تمام، هشتغل باللون الابيض لاني انا الايس كاب هعمل كل سطرين هعمل لون لحد ما بوصل لطول الايس كاب اللي انا عاوزاه. علشان اعمل لون جديد بثبت الخيط بتاعي بالشكل ده كده،
وبعد كده الخطوة اللي بعد كده هبدأ ارتفع ب3 سلاسل وهبدأ اشتغل عادي جدا غرزة البف بتاعتي. اوكي، وبعد كده بعمل سلسلة وهبدأ ادخل هنا اتنين تلاتة بالشكل ده اهو عشان خلفية التصوير. بالشكل ده هبدأ اكرر نفس الخطوات لحد ما بوصل لنهاية السطر وبرتفع بالاسطر كده بنفس الطريقة، تمام، لحد ما بتوصلي لطول الايس كاب اللي انت محتاجة. حابة ان انت تعملي 3 اسطر من كل لون، اوكي مفيش مشكلة. حابة تعملي سطر وسطر، تمام مفيش مشكلة، زي ما انت حابة الالوانات بتاعتك تعمليها ازاي. هكرر الاسطر وهرتفع بالاسطر لحد ما بوصل للطول، وهنرجع مع بعض نقفل التقفيلة النهائية للايس كاب بتاعنا. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر، هنا عملت سطرين الابيض وثلاثة كشمير وثلاثة ابيض، وجيت عند هنا عملت سطر كشمير ولقيت لقيت كده طول الايس كاب كده واقف عندي. ممكن طول الايس كاب يقف عندك عند اللون الابيض ايا يكن انت شغالة المقاس ايه، تمام. طيب بعد ما بتقيسي الطول وبتوقفي كده الاسطر بالشكل ده، الخطوة اللي بعد كده انا قصيت الخيط، قصيت جزء كبير كده، هبدأ ان انا الخيط بتاعي طرف الخيط بنمرره في ابرة التنظيف علشان نقفل الجزء بتاعنا الايس كاب، مش هيبقى طبعا بالشكل ده. هنقفله دلوقتي مع بعض. هنقفله ازاي؟ بعد ما بتمرريها كده بنبدأ نمشي بالابرة على طرف الايس كاب، طرف الغرزة كده اهو بالشكل ده اهو. بتبدأي تمرري الخيط، نفس الخيط كده على الطرف كله اهو. همرر الخيط بتاعي كله كده على الأطراف الأيس كاب طيب أنا كده مررت الخيط لحد ما وصلت للطرف التاني كده بالشكل ده، تمام. الخطوة اللي بعد كده بتشدي الخيط بتاعك اللي مررتيه كده على الأطراف كلها، بتشديه بالشكل ده، تمام اهو، بحيث ان ما يبقاش فيه فراغ هنا. بنشد الخيط بتاعنا كده كله اهو، تمام. بعد كده بنفس الإبرة بنبدأ ان احنا نخيط الأجزاء في بعضها كده. هو بحيث برضو بتأكدي ان هو ما يبقاش فيه اي فراغ. تمام. طيب بعد كده هبدأ اعمل خطوة كده علشان نركب كرة الفرو. الخيط ده هعمله زي غرزة سلسلة بالإبرة عادي،
اهو بحاول ان انا ادخل كده في الغرزة اهو. بعمله غرزة سلسلة علشان اثبت الكورة الفرو بتاعتي. بالشكل ده تمام. بنبدأ كرة الفرو بيبقى فيها جزء كده اهو. ببدأ امرر ومن ظهر الايس كاب بالابرة اهو. تمام اهو. زي بعملها عقدة كده كذا مرة اهو. بدخل هنا كده برضو وبسحب بعملها عقدة برضو بحيث ان هي تبقى ثابتة معانا بالشكل ده اهو. الجزء ده هخليه مش هقصه. ممكن انت لو حابة ان انت تقصيه اوكي مفيش مشكلة، يعني تفرتكي السلسلة وتقصيه، لكن انا حابة ان هو يبقى كده علشان مع الاستعمال كرة الفرو نتأكد ان هي ثابتة ومش هتفك معانا ومش هتقع يعني من الايس كاب. ادي شكل الايس كاب بتاعنا بقى معانا بالشكل ده تمام اهو. ادي كرة الفرو عشان مش باينه قوي علشان خلفية التصوير تمام اهي. وادي الايس كاب نفسه. هنا بقى بتحطي زي فيونكة كده صغيرة، فيونكة عادية كده صغيرة حابة، دي اختياري، حابة تحطيها اوكي مفيش مشكلة، مش حابة تحطيها كمان مفيش مشكلة اهو، بس بتدي شكل جميلي تمام. الشكل النهائي للايس كاب بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. ادي كده اطراف الايس كاب وده الطول ودي الكورة بتاعت الفرو. وبكده بانتهيت من طريقة عمل الايس كاب بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الايس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو. وتقدروا كمان تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.